يقول سماحة الشيخ: كثر في بلدنا السحر والشعوذة لأنهم لم يجدوا من يترصد لهم، فما واجبنا حتى نكافح هذه المشكلة؟ واجبكم النصيحة والدعوة والبيان للناس، تذكير الناس لأن هذا أمر لا يجوز وأنه كفر وشرك ولا يجوز، علمهم التوحيد وعلمهم العقيدة شيئا فشيئا حتى يتعلموا ويتركوا هذه الأشياء، أما السكوت فلا يجوز لكم. نعم.